مين الشخص اللي واقف جنبك وما كنتش تتوقع ان هو يقف جنبك؟ مراتي. حقيقي؟ بس كل واحد بيتجوز بيبقى يعني عامل حسابه ان اكيد مراته دي هتقف جنبه. لا بالعكس، ده الطبيعي. لا بالعكس، مين اللي قال كده؟ ده الواحد بيتجوز وبيحس ان الخيانه هتيجي من مراته. لا 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 لا، 80% يعني ولا 90%، ما فيش حد هيتجوز وهو مش متوقع ان مراته لا هتقف. ما بصي، يعني الجواز اليومين دول بقى صعب، والحياه بقت صعبه عن زمان، والعلاقات الزوجيه ما بقتش مستقرة وهادئة زي أجدادنا وآبائنا. فالواحد وهو بيتجوز أنت لازم تبقي متوقعة أن بتتعرفي على كائن غريب عنك ومختلف عنك في اللحظة الأولى. هيحصل ماتشنج وهيحصل توافق وهيحصل تفاهم وهيحصل استجابة وهيحصل استيعاب وهيحصل حاجات كتير، ولا لأ دي بتبقى يبيض أسود زي البرنامج كده. فالحمد لله أنا حظي كان جيد. أنت اتجوزت عن حب؟ أنا اتجوزت عن فخفخينة. يعني ايه فخفخينه؟ يعني جوزت عن حب مع عقل مع اقتناع مع حاجات كتير. عملت فخفخينه زي بتاعت فرغالي كده وطلعت حاجه كويسه الحمد لله. والنتيجه زي ما بقول لك ان ربنا وفقني في زوجه كويسه كانت في ظهري طول الوقت وما زالت، وعشان كده مثلت لي مفاجاه حلوه انها طول الوقت سبب من اسباب نجاحي وسبب من اسباب استقراري زوجتي، وانا بعترف بده. ايه طول اكتر وقت كان صعب في حياتك وهي وقفت جنبك فيه؟ بعد الثورة. بعد ثورة يناير 2011. ده كان وقت صعب أعتقد على مصر كلها وعليا أنا بوجه خاص، لأنه مش عايز أقعد أحكي بقى، أنتوا يعني عارفين التاريخ كويس. لكن الوقت ده كان وقت زي ما بيقولوا كده وقت ريبة، الوقت اللي الحقائق فيه مش واضحة، وكان فيه ضباب، وما كانش عاد عارف مين الصح ومين الغلط. وانا ساعتها اتهاجمت، وساعتها اتقال عليا فلول، واتقال عليا ضد الثوره، واتقال عليا كلام كتير جدا لو تفتكري. وبعد الثوره قعدت في البيت حوالي ما يقرب من السنه، وبعد كده رجعت بقى على مجموعه قنوات الحمد لله. السنه دي كانت من اصعب السنوات في حياتي، وكانت زي ما بقول لك كده فتره ريبه وشك. وهنا زوجتي كان ليها دور مهم، يعني مع مجموعه من الاصدقاء، مع والدي الله يرحمه كمان، في ان هم مثلوا لي فكره المرشد. لا بلاش المرشد عشان ما ندرسش الاخوان. فكره الجايد او الدليل، انه طول الوقت كنت اقول لهم طب انا يا جماعه انا عملت حاجه غلط عشان اتهاجم الهجوم ده، طب انا اسات في شيء، طب انا خالفت ضميري في حاجه. فكان طول الوقت زوجتي ووالدي وكل المقربين يقولوا لي ما تزعلش طالما انت ما عملتش حاجه غلط، والحق هيظهر، واوعى تخاف في يوم من انك كنت ماشي صح او بتقول كلمه الحق حتى لو ما كانتش عاجبه الناس، لان في لحظه الناس هتعرف الحقيقه وهترجع تقول ان ده كلام.